الأستاذ نايف الحربي وهو الإعلامي المعروف. أهلا وسهلا أستاذ نايف. أهلا بك وأهلا بالمشاهدين وأهلا بالزملاء. حقيقة أنا سعيد بالاستضافة ضمن هذا البرنامج المتميز الذي حقيقة يعني هي وجبة يومية ما شاء الله عليكم. الله يسعدك. اللي يتابع البرنامج ده يعرف جميع أخبار الحج ويعني ما شاء الله ما يتعلق بالحجاج ما يتعلق بالخدمات التي تقدمها المملكة العربية السعودية. ما بالك ان يكون ضيفنا واحد جميل مثلك. الله يعني بالعكس انا السعيد انا بستفيد منكم اليوم على فكره. الاستاذ نايف ما شاء الله معروف يعني من خلال يعني برامج كبيره ومواكبه كل اخبار الوطن ما شاء الله تبارك الله، نستمع اليك يوميا في بكاء اصبحنا وغيرها من البرامج ما شاء الله، يعني أيقونة أخبار وأيقونة إبداع إعلامي ما شاء الله تبارك. شكرا الله. لكم بالعكس احنا مكملين البعض يعني سواء الإذاعات أو وسائل التلفزة وقناة المجد ما شاء الله لها بصمة على فكرة. الله يسعدك. يعني ما في بيت ما عنده قناة المجد ويتابعها. نعم. ويتابع برامجها ويتابع ما تقدمه حقيقة، وخاصة أنها تواكب الأحداث ومثل موسم الحج، يعني هذا موسم هذا مؤتمر عالمي على فكرة. صدق. صحيح. عندما صحيح. يتم يعني بث هذا المؤتمر العالمي الدولي الذي ولله الحمد يعني يعتبر من المؤتمرات التي ليس لها مثيل في أي بلد من بلدان العالم. جميل. بالنسبة لل بحكم حنا في الحج الآن، ربما أسعد خبر هو نجاح الحج، دائما في كل نهاية حج هو أسعد خبر نجاح الحج وعودة الحجاج إلى بلادهم سالمين غانمين وقد كمل حجهم بإذن الله تعالى. هل يوجد يعني أخبار أيضا جديدة وجميلة من المشاعر المقدسة؟ نعم، الأخبار أو ما يتعلق بالتقارير يمكن يوميا نشوف مثلا. صحيح. متحدث وزارة الصحة، متحدث وزارة الداخلية، كذلك وزارة الحج، رئاسة الحرمين، يوميا ما شاء الله يزودوننا بالأخبار. يعني اليوم الأخبار تأتي لحظة بلحظة. اليوم يعني ما في مجال إنسان يقول والله أنا ما فاقد المعلومة. صدق. المعلومة اليوم متوفرة سواء من خلال إن دخلنا على وكالة الأنباء السعودية واس وكلنا نتابع الأخبار، شفنا كذلك يعني القطاعات الحكومية الآن أصبحت تبث أخبارها من خلال يعني تويتر ومن خلال وسائل التواصل الاجتماعي، هذه أخبار موثوقة ونتابعها. الجميل في الحج هو نجاح الحج. صحيح. حقيقة جميعا يعني. صحيح. والحمد لله المملكة العربية السعودية على فكرة العشر سنوات الماضية يمكن اللي حجوا واعتمروا يصل 150 مليون تبارك الله أدوا مناسك الحج والعمرة، لأن عندنا 19 مليون سنويا يؤدون مناسك العمرة فيهم 8 ملايين من خارج المملكة و12 مليون من خارج المملكة ما شاء الله. هذه العمرة، وخاصة أن الرؤية على فكرة رؤية المملكة 2030 رؤية ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، اقتصاد مزدهر، وطن طموح، مجتمع حيوي، فيها عن فيها عن زيادة نسبة الحجاج إلى 5 ملايين إن شاء الله في المستقبل، وزيادة العمرة المعتمرين إلى 30 مليون. صحيح. يعني بإذن الله يعني احنا نتحدث الآن عن 19 مليون الاستيعاب الاستيعاب موجود ما شاء الله. 100 مليار دولار صرفت على الحرمين الشريفين، على منى، على عرفات، على مزدلفة. الحرم كان أول ما يستوعب تقريبا إلا مليون. صحيح. الآن الحرم يستوعب مليونين ونص تقريبا ما شاء الله. يعني شيء عظيم. الطواف كان 45 ألف طائف في الساعة، الآن 107 ألف طائف في الساعة. تبارك الله. يعني شيء عظيم يعني صراحة. عندما تذهب للحرم وتجد ولله الحمد هذا التطوير وتجد ولله الحمد هذا الاهتمام، حتى المنطقة المركزية على فكرة يقال أنها يعني المنطقة المركزية في من الفنادق وما يوجد فيها من الخدمات فيها لا يقل عن 1200 فندق ما شاء الله. نتحدث عن أكثر من 5600 تقريبا منشأة سكنية. إذا مكة ولله الحمد عندما تحدث عن جميع مناطق مكة يعني تحدثنا عن المشاعر، تحدثنا عن العزيزية وغيرها، المواقع التي يفضلها الحجاج والمعتمرين، الكل جاهز حقيقة، الأرقام كثيرة والمعلومات كثيرة. صحيح. ولله الحمد، وبلدنا دائما ولله الحمد، ونحن فخورين بما قدمته المملكة العربية السعودية، بل العالم الإسلامي فخور. العالم الإسلامي اليوم 58 و 57 دولة إسلامية، 22 دولة عربية، الأقليات المسلمة جميعهم شفنا برقياتهم. صحيح. وشفنا تهانيهم بمناسبة نجاح الحج، لأن الحج دائما ولله الحمد المملكة تضع له ميزانية مفتوحة. مؤتمر عالمي. نعم. مؤتمر عالمي. لا، وميزانية مفتوحة. قد سمعتم في ميزانية الحج؟ ما في ميزانية أبداً. الدولة فاتحة ميزانيتها كامل تنفق، يعني تنفق على كل الحج، لأن الحج ولله الحمد الهدف من أن ييسر هذا الحج وأن يسهل. ونعرف يمكن الحج وقف تقريبا 40 مرة أيام الجوائح والأمراض التي والأوبئة التي يعني أصابت يعني في سنوات سابقة. الآن الحج ولله الحمد من 90 سنة تقريبا أو 90 عام والمملكة العربية السعودية تقريبا عدد الحجاج من خارج المملكة وصلوا إلى 85 مليون أدوا مناسك الحج.
بكل يسر وسهولة. كان أول يأتون عن طريق البواخر يمكن 80%، بعدين صاروا يأتون عن طيران، الحين 80% على فكرة يأتون طيران، ترى البواخر قلوا اللي يجون على نعم السفن. وشوف كيف الحاج لما يجي عن طريق سفينة ويأتي مرهق عن طريق البر، كان عدد عن طريق البر كانوا له نسبة، الآن أعلى نسبة عن طريق المطارات. وشفنا يمكن السنوات الماضية وصلنا إلى 2.5 مليون تقريبا حاج من خارج المملكة العربية السعودية ومن الداخل، وهذا دلالة واضحة ولا الحمد حرص المملكة وحرص القيادة على تطوير جميع المنشآت الموجودة في المشاعر وفي مكة. يعطيك العافية أستاذ نايف. نمعنا عبر الزوم الأستاذ الدكتور ساعد الجهني، حياك الله دكتور ساعد. يا مرحبا، اهلا بك يا مرحبا وبجمهور متابعيك حبيبا. منورنا دكتور ساعد نائب رئيس المجلس التنسيقي. دكتور ساعد، لو حدثنا عن نجاح الخطه لهذا العام والخدمات المقدمه خلال هذا الموسم. الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه، صلى الله وسلم. اشرف بان اكون بين ايديكم في هذه اللحظات، وانا في الحقيقه الان متجه الى مطار الملك عبد العزيز، قد سبقتني مجموعة من الشباب العاملين في برنامج خدمة ضيوف الرحمن للإطمئنان على سفر الحجاج ووصولهم سالمين غانمين بعد أن قامت وزارة الحج بعمل الحجوزات اللازمة لهم بحيث أنهم بإذن الله يصلوا إلى أهليهم سالمين غانمين. الحقيقة حج هذا العام حج فريد ونوعي، يمكن يعني فيه كثير من النجاحات وكثير من زوايا الإشراق. خليني أتكلم معاك عن يعني بداية يعني معالم التخطيط لحج هذا العام. حرصت وزارة الحج عندما أسند إليها تنظيم هذا الحج بصفة استثنائية، طبعا حرصت حكومة خادم الحرمين الشريفين على إقامة هذه الشعيرة والركن الخامس من أركان الإسلام رغم الجائحة التي تمر بالعالم، إلا أن الحكومة رعاها الله وحرص خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين على أن تقوم هذه الشعيرة وتتخذ كافة الإجراءات اللازمة لإنجاح هذا الحج. جميل. هذا البعد وهذه الميزة حقيقة جعلت قلوب المسلمين في كافة العالم الإسلامي مطمئنة وسعيدة بأن تقام هذه الشعيرة. طبعا التخطيط اتخذ عدة معالم، منها مشاركة أكثر من وزارة، وكان الشريك الاستراتيجي مع وزارة الحج هو وزارة الصحة، وعملت بروتوكولات محددة لأن يكون هذا الحج بإذن الله تعالى آمنا، وهو بفضل الله كان حسب ما خطط له وأفضل مما خطط له بفضل الله ومنته. طبعا وزارة الحج أشركت الكيانات العاملة التي كانت تعمل فيما مضى في السنوات الماضية، كل كيان يعمل باستقلال، لكن هذا العام أشركت كافة الجهات المعنية التي تتبع لوزارة الحج في التنظيم والترتيب لهذا الحج، وأسندت المهام التنفيذية للمجلس التنسيقي لشركات مؤسسات خدمة حجاج الداخل. نلاحظ أنه من النجاحات الرائعة التي حقيقة تلفت النظر هذا الحج كونه حج استثنائي وكان بأعداد محدودة جدا، وذلك حرصا على سلامة الحاج، لأن سلامة الإنسان هو مقصد من مقاصد الشريعة ومقاصد الإسلام التي تحرص عليها الدولة رعاها الله. اللي تميز فيه هذا الحج حقيقة، نعرف أنه الحج يعني نحرص أنه دائما فيها التيسير والتسهيل ومحاولة يعني كما قال النبي عليه الصلاة والسلام افعل ولا حرج في كثير من أمور الحج. هذا الحج كان على السنة، كنا في أوائل الاجتماعات مع معالي وزير الحج يعني يقول نحن الحج مدام هذه السنة سيطبق بأعداد محدودة خلونا يا جماعة نحرص أنه يطبق على السنة مدام هذا متاح لنا وممكن. فكان فعلا يعني الناس أحرمت من الميقات، ثم جاءوا وطافوا طواف القدوم، ثم انتقلوا يوم الثامن يوم التروية وصلوا الظهر، حرصنا أنه نصلي الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر في ميناء، ثم انتقلنا بعد الإشراق إلى مسجد نمرة في عرفات، ثم انتقلنا إلى المخيم، ثم انتقلنا إلى جبل الرحمة ووقفنا ندعو في تلك الأماكن.
ثم انتقلنا إلى يعني مزدلفة، وسبقتنا رحمات الله جل وعلا بالأمطار التي كان لها حقيقة روحانية فريدة جدا وطمأنينة في قلوب الحجاج. يعني كانت ليلة لا تنسى الحقيقة، لا تنسى. صلينا داخل المسجد، ثم انتقلنا إلى موقع المبيت وبقينا حتى أسفر جدا إلى الصباح، ثم انتقلنا إلى الجمرات ورمينا الجمرات على السنة أيضا، ثم ذهبنا إلى الحرم لطواف الإفاضة. يعني شيء رائع جدا، وحرص على تطبيق السنة في هذا الحج. ثم عدنا إلى ميناء وبتنا يوم العاشر، وكانت فرحة العيد، وكانت هناك برامج حقيقة منوعة ثقافية معرفية وفيها جوانب ترفيهية حقيقة، حيث أنه رتب أن هناك في طبعا فترة اشتراطات صحية، لكن فعلا كانت حتى المساحات المخصصة للحجاج، يعني مثلا على سبيل المثال في عرفة المخيم الذي يتسع ل 200 حاج في الظروف الطبيعية يوضع فيه 20 حاج فقط لمراعاة أن يكون هذا الحج آمن. بقينا في ميناء الحقيقة أيام من أجمل المغرب ما تكون. صلينا ظهر العاشر والعصر والمغرب والعشاء، وأيضا يوم الحادي عشر رمينا الجمار ثلاثة، الحجاج قاموا برمي الجمار الثلاثة، ثم بتنا ليلة الثاني عشر، واليوم بعد صلاة الفجر وصلاة الظهر بعد الزوال قمنا برمي الجمار، وبعدها ذهبنا إلى المسجد طواف الحجاج طواف الوداع. كل هذا دخل الحجاج المسجد الحرام ثلاث مرات بفضل الله ومنته. ثم انتقلنا إلى يعني الحجاج الذين جاءوا عبر البحر إلى مدنهم، والذين عبر المطار الآن هم في الطوف إنهاء الحج. حقيقة يعني فيها من السعادة. طبعا لاحظ إنه يعني دول مختلفة ولغات مختلفة، وكنا اخترنا يمكن ذكر الزملاء سابقا إنه الفوج الواحد فيه 20 حاج فقط، يكون هناك قائد للفوج من أروع كثير من أروع القادة الذين يمتلكون الخبرة وحسن الخلق والعلم والدراية، وقمنا بتدريب يعني مستمر حقيقي قبل أن نؤدي أي خطوة من خطوات الحج، تدريب للإخوة الزملاء في قادة الأفواج، وكذلك كانوا معنا قائد صحي مرافق طوال رحلة الحج. جميل دكتور ساعد. حقيقة أنا أقول يعني كل خطوة كانت معنا أحد المجلس مع لجنة الجودة. نعم، والصور التي كانت تنقل عبر الفضائيات وكذلك صور مرسومة يعني تعطي انطباعا جميلا على هذه الجهود والخدمات الجليلة. شكرا دكتور ساعد الجهني، نائب رئيس مجلس إدارة المجلس التنسيقي لحجاج الداخل، متحدثا إلينا. شكرا على هذا الوصف وعلى هذا الإيضاح وعلى هذا الجمال الذي كان تسهيلا لحج هذا العام. تعليقك أستاذ نائب. متحدث عن القطاعات، يعني 12 قطاع على فكرة هذا العام، يعني قطاعات حكومية، قطاعات خاصة، كلها ولله الحمد ساهمت في نجاح الحج، لأن المملكة يعني سجلت ولله الحمد قصة نجاح. صدق. عندما نتحدث عن 2 مليون أو قرابة 3 مليون يعني سنويا يؤدون مناسك الحج، ونتحدث عن هذا العام الحج الاستثنائي، ترى على فكرة أنت تتحدث عن فيروس، تتحدث عن وباء لا يعرف معتمر ولا يعرف حاج ولا صحيح. يعرف ذا، فخطورة لما لا سمح الله دول أوقفت سياحتها والمملكة لم توقف الحج. نعم، ولن توقف، لأن المملكة حريصة على هذه الشعيرة. صحيح. أنا تحدث قبل قليل هناك 40 مرة وقف فيها الحج بسبب الأوبئة، بينما المملكة العربية السعودية رأت أن ولله الحمد لديها القدرة، لأن المملكة لديها ما يسمى بإدارة الحشود، لديها ما يسمى بكذلك إدارة لما يتعلق الأزمات، وكذلك ما يتعلق في الجانب الطبي. مدرسة المملكة لديها خبرة ولديها دراية على مستوى العالم، حتى أن رأينا منظمات كبيرة جدا من ضمنها منظمة الصحة العالمية أشادت بالمملكة العربية السعودية، طواقمها الطبية، خبراتها، مستشفياتها، تأهيلها للحقيقة للكوادر الطبية. الآن كل فريق أو كل مجموعة من الحجاج معهم يعني طواقم طبية، ليسوا فقط فنيين بل أطباء، يعني ممارسين صحيين حقيقة، مجهزين مدربين. أعتقد العدد تقريبا 1400 سرير كان مجهز، 300 غرف عزل أو سرة عزل، تقريبا 250 عناية مركزة، كل هذه جهزت من أجل مسخرة لأجل خدمة
الحجاج، وخاصة احنا نتحدث عندما نقول استثنائي نتحدث عن ظرف بسبب فيروس كورونا الذي ضرب 218 دولة. صحيح. يعني ما في دولة على فكرة سلمت، لا دولة يعني بأي بلد من البلدان. صدق. جميعها وصلها فيروس كورونا، ولكن ولله الحمد المملكة العربية السعودية، وشفنا مفاجع الحجاج الآن الله. عادوا ولله الحمد، أعتقد أكثر من 160 جنسية عادوا إلى مساكنهم وإلى المناطق التي أتوا فيها من داخل المملكة العربية السعودية، وهم ولله الحمد يعني يشكرون الله سبحانه وتعالى ويشكرون قيادة المملكة العربية السعودية، ونقول لهم حج مبرور وسعي مشكور إن شاء الله. وفهد وش حياك الله، نورتنا وسعدتنا. لعل اخبار الحج دائما خاصه في السنوات الاخيره لا تكاد تسمع خبر سلبي، ودائما اذا قالوا اخبار ترى في اخبار سلبيه وفي ايجابيه. نعم. بشكل عام، لكن في الحج لانه في تنظيم ترتيب واداره، ومو اداره وقت الحج، اداره يعني الان يجهزون للحج، يجهزون الحج القادم. نعم. فهذا يعني كيف تصف هذا التجهيز وهذا الاداء وهذا في خاصه في الحج؟ أنت سألني، أنا شاركت 17 سنة ما شاء الله، يعني 17 مرة كنت كصحفي وشارك في الحج، والصحفي دائما يلتقط كل شيء. أكيد. حقيقة الحج يعني ما يقدم حقيقة للحجاج، ما في، لأن الحج المملكة مستعدة بكل شيء. إن رحنا للجانب الطبي فهو يقدم مجانا، بل إن بعض العمليات تكلف 100,000 اللي هي عملية القلب المفتوح. سبحان الله. يعني تصور العملية الواحدة تكلف 100,000، الغسيل الكلوي كم يكلف؟ كل مستشفى فيه جهاز غسيل كلوي، نعرف الجهاز. الإسعاف الطائر. نعم، الإسعاف الطائر وغيرها. كذلك الريبوت الطبي الآن، أجهزة وتقنية حتى لو التخصص ما هو موجود في المشاعر بإمكانهم يراسلون هالجهاز وهالتقنية لأي طبيب على مستوى العالم يستطيع أن يجيب على التساؤلات الطبية ومعرفة. لكن النقطة الأهم، أنا قابلت بريطانيين، وهذه من المواقف اللي سجلتها ونشرت. أسلم. بريطانيين لديهم فشل كلوي، فسألتهم كيف أنتوا تجون للحج وأنت عندك فشل كلوي؟ أنت تعرف الفشل الكلوي يحتاج كل يومين غسيل. قال إحنا قرأنا من خلال يعني موقع وزارة الصحة أن المستشفيات، جميع المستشفيات مجهزة، تقريبا 25 مستشفى موجودة في المشاعر جميعها مجهزة بأجهزة الغسيل الكلوي. سبحان الله. فيعني تصور بريطاني يأتي ويؤدي مناسك الحج ومصاب بفشل، واثق أن الخدمة الطبية الاحترافية، ما هي بس خدمة طبية عادية، الخدمة الطبية الاحترافية ستقدم له من خلال مستشفيات المشاعر المقدسة، من خلال أطباء، من خلال كوادر طبية مدربة، من خلال فنيين، من خلال حقيقة أخصائيين ممارسين صحيين ولله الحمد من ذوي الكفاءة، بل ليس فقط من قطاع وزارة الصحة، من قطاع وزارة الدفاع اللي هو مستشفيات وزارة الدفاع. لا. من قطاع الأمن العام اللي هو مستشفيات قوى العام، مستشفى قوى الأمن الطبي. مستشفى الحرس الوطني، القطاعات الصحية. هذا الشيء فعلا نفخر فيه، أن هذه الجهود يعني المملكة تقوم عليها وتبذل الغالي ونفيس من أجله. حياك الله أستاذ نايف مرة أخرى. يعني برجع شوي قبل مشاركة الدكتور ساعد. نعم. أنت ذكرت على وفرة المعلومة، وعندنا نتكلم عن الأستاذ نايف الحربي، نتكلم عن شخص لغة الأرقام حاضرة عنده ويعني بشكل واضح، ولغة الأرقام لغة الأرقام عند أستاذ نايف طرب. أي لغة الأرقام لغة صعبة وتعطي مصداقية ووثوق للمتحدث. أنت تكلمت عن وفرة المعلومة، ولكن مصداقية المعلومة، أنا كيف أنا كمستمع أو كمواطن أو كفرد كيف أصل للمعلومة الصحيحة؟ وفرت المعلومة فعلا، المعلومة موجودة ولكن أنا لا أعلم من صحتها، أنا كيف أصل للمعلومة؟ شوف، الأرقام لا تكذب، الأرقام لا تكذب، والصحافة على فكرة أرقام. يعني أنا عندما نأتي لأي معلومة، طبعا الآن والله الحمد متوفق، أنا من مصدر يوشي وزارة الحج، رئاسة الحرمين الشريفين، وكالة الأنباء السعودية، الصحافة المحلية حقيقة، صحافتنا بجميع حقيقة الصحف الورقية، الصحف الإلكترونية، نتكلم عن الصحافة الموثوقة، المؤتمرات الناتجة عنها، المؤتمرات الصحفية التي أنا كنت أحضر المؤتمرات شبه يومي. يعني الصحف أحيانا يعني بدون مبالغة يمكن ما تجي الساعة تقريبا 12 الظهر إلا وقد اكتملت صفحاتها. يعني خلاص المعلومات متوفرة لديها، التقارير، المؤتمرات الصحفية، المعلومات، والآن الصحافة تبحث عن الرقم لأن الرقم مهم جدا. عندما نقول مثلا عدد الحجاج 2,000,000 مثلا و700,000، أنت تعطي رقم دقيق، وأحيانا يعني هيئة الإحصاء تعطيك رقم كما يقولون بالملي، يعني يعطيك رقم دقيق جدا، يعني ما هو رقم توقعي، لا، رقم من خلال إحصائيات. لا، ما في حوالي. أنا كيف أصل الأرقام الصحيحة؟ الأرقام الصحيحة موجودة ومنشورة، أي طالما أنك تبحث عن المعلومة الحقيقية فدائما ابحث عن المؤسسة الحقيقية أو المؤسسة الموثوقة. واس
يعني لا تبحث لي واحد صور لك صورة وارسلها عليك مثلا ما تدري عن الصورة دي يمكنها مفبركة أو مفبركة، لا ادخل على موقع واصل رسمي سواء تويتر تلقى فيديوهات، بتلقى أخبار، بتلقى تقارير، بتلقى تغريدات، ادخل على وسائل التلفزة اللي القنوات السعودية الرسمية، القنوات الخاصة، كذلك الصحافة، التواصل الحكومي، التواصل الحكومي أبدع إبداع كبير جدا مع وكالة الأنباء السعودية، وشفنا كيف تقاريرهم حقيقة. أنا اي شخص ياتي برقم يعني مغلوط او رقم غير صحيح او رقم يعني مدلس لا سمح الله من اي جهه، اذا كان صادق صدقني فقط ياخذ الرقم ويدخل يتاكد منه من وكاله الانباء السعوديه بيلقى الرقم هذا بالضبط، لكن طالما ان الرقم مدلس لا بيلقى ارقام مختلفه، ارقام غير صحيحه. وعلى فكره الحج والله الحمد ترى سهل يعني صحيح. انت تتحدث عن تقريبا يعني كل دول العالم تقريبا عندنا 57 دوله اسلاميه ياتي منها عدد الحجاج وكذلك الاقليات المسلمه، انت تحدث عن تقريبا 1,800,000 تقريبا الى 1,900,000 يعني ترى نسب كل دوله لها نسبه إيه؟ يعني يمكن اعلى دوله يصل عدد حجاجها 90,000 تقريبا، يعني كل دوله لها نسبه. بعض اذكر العام الماضي دوله ما اتى منها الا حاج واحد وهي والله ناس الدوله كوبا ممكن ما ادري بس اني اتذكر الزملاء بحثوا عنها بشرت في صحيفه سابقه العام الماضي ومن الاخبار الملفته كان جاي حاج واحد منها لان عددهم 50 هم نسبه الحجاج من هالبلد هذا حاج واحد اصلا ما في الا حاج واحد النسبه لان الان نسب لكل دوله السكان في الدوله عدد المسلمين 50 2% وعدد سكان الدوله 2% واحد ترى الاقليات المسلمه طريقه الحسبه فيها تختلف عن الدول الاسلاميه ايه يتحدثون عن عدد المسلمين مثلا لو ناخذ روسيا الان ولا ناخذ الصين ترى الصين فيها 40 مليون مسلم ترى يعني انت لما تحسب ما تحسب الصين مليار و300 مليون مثل الهند ولا لا تاخذ انت عدد المسلمين في اي بلد من بلدان العالم وتعرف كم نسبه الدوله وياتي عدد. لكن يبقى ولله الحمد الحج ولا المملكه العربيه السعوديه حريصه على الحج وحريصه على سلامه الحاج وحريص على فكره في دراسات كثيره عندنا معهد خادم الحرمين الشريفين يقوم بدراسات اعتقد انه قام بحد الان 23 دراسه من ضمن الدراسات دراسه نفسيه الحجاج في الزحام يعني لاحظ ترى في شاطر دقيق جدا جدا يدرسها هذا المعهد كذلك يدرس لك حتى تكاليف الحج يعني على الحاج يقول لك 40% يصرف الحاج على السكن على كذا على السكن مثلا لا صحيح عند بعض الان الصور تظهر مع بعض الحج 14% يصرف الحاج على الهدايا 10% يصرف الحاج على الطعام يعني لاحظ كل شيء دقيق ومعروف معروف تكلفة الحاج كم تصل التكلفة على الحاج حتى يصل إلى الأراضي المقدسة حتى يؤدي مناسك لعل هذه الصورة أبو فهد حاضر لدينا يعني أنت تكلمت عن موضوع الجانب الصحي لكن هناك جانب معماري جانب فيما يخص المياه توفير المياه الخزن الاستراتيجي الكهرباء وما أدراك ما الكهرباء والمولدات الاحتياطية في حال صار في جانب الأمني كذلك يعني الاتصالات شتى الجوانب الجانب الأمني التنظيم احنا كنا قبل شوي مع ضيفنا يقول حصل خطأ وبيرجع والله ما قدرت ابتل قدام ما عاد فيه خلاص فالتنظيم تنظيم حاصل في كل القطاعات والاتجاهات شوف القطاعات 30 قطاع اللي يقدمون الخدمات للحجاج 30 قطاع نتكلم بالعام الماضي 30 قطاع يقدمون الخدمات للحجاج فيهم 30,000 فقط هذول ممارسين صحيين 150,000 القطاعات الأمنية يعني تحدثون تقريبا عن 500,000 حتى عمال النظافة يصلون إلى 15,000 جيش سائقي الباصات عندنا 23,000 باص اللي ينقل الحجاج اللي ترددي فيه كم عدد سائقين وكم وردية وكم عندما نتحدث عن الحج نحن نتحدث عن 500,000 يخدمون تقريبا 2 مليون منظومة منظومة كبيرة هذا بس فقط في مكة الآن يعني احنا الآن نتحدث عن حج عام 1441 الآن بتبدأ إن شاء الله بعد 20 يوم أو أقل من 20 أو 15 يوم تقريبا يبدأ العام الهجري الجديد سيبدأ الترتيب للحج القادم سبحان واللي تابع كلمة خادم الحرمين الشريفين التي حقيقة تحدث فيها عن الحج وتحدث عن الإجراءات الاحترازية وقال بإذن الله الأعوام القادمة إذا هذه الجائحة إن شاء الله زاحت هذه الجائحة وبإذن الله أن المواريها أنها إن شاء الله هذه الجائحة الآن إلى زوال وشوف الأرقام في تناقص بإذن الله سيؤدي الحجاج يمكن عدد الحجاج وأكثر من الأعوام اللي قبله لأن الحج بإذن الله كل شيء جهز عندنا منشأة الجمرات أعظم منشأة جهزت للجمرات تصل إلى 9 طوابق تقريبا يتحدثون عن تكلفتها مكيفه مهيئه لا على فكره تكييف كنديشه مثل ما يقولون تكييف التكييف الصحراوي بمعنى حتى لا يتاثر الحاج يعني مش فريون
حتى لا سمح الله من الطبيعة ففيها مصاعد، فيها بدروم تحت الأرض حتى يتم يعني التنظيف والترتيب. اللي راح وشاف هذه المنشأة شفنا كيف قطار المشاعر لهم يعني أدوار معينة، الخيام خفف يعني على الناس شيء، خفف هذه المنشأة منشأة الجمرات شيء عظيم جدا. يعني يقال أنها تستوعب 5 ملايين حاج إن شاء الله في الأعوام القادمة، تكلفتها أكثر جميل. من 7 مليارات تقريبا تكلفة هذه المنشأة، وخمسة مليارات تقريبا تكشفت منشأة الجمرات. نتحدث حقيقة عن أرقام الدولة، على فكرة لا تنظر للتكاليف، التكاليف ما هي إلا أرقام، بينما الدولة طالما أن الخطط التي تقوم فيها، وخاصة إذا نظرنا إلى المشاعر تراها محصورة، يعني المساحات منى عرفات مزدلفة، أمامك جبال وأمامك أودية وأمامك حقيقة يعني حدود للحرم ما تقدر تتجاوزها، ومع ذلك والله الحمد شفنا الحرم كيف تم توسعته، شفنا الحرم كيف تم تهيئته، شفنا الحرم الأبواب الموجودة في الحرم كيف يتم فتح الأبواب، كيف يتم تجهيزها، المنطقة المركزية. عزكم الله، هل منكم أحد رأى سيارة بلدية تشيل النفايات؟ لا ما تشوف، على أكثر واحد جينا نعم ما تشوف، لا تجد النفايات ولا تجد السيارات هذه، ما تجد. ليش؟ لأن هناك تجهيزات في المنطقة المركزية عبارة عن نقل جميع النفايات، تنقل عن طريق الهواء اللي هو الشفط الهوائي، يقوم بإزاحتها يمكن إلى 7-8 كيلو تقريبا، ثم بعد ذلك يتم يعني الذهاب بها للأماكن المخصصة. التكييف ما حد منا شاف التكييف، التكييف على فكرة هو موجود يمكن بأكثر من 300-400 متر عن الحرم بالمنطقة المركزية، تكييف متكامل، محطة رئيسية، محطة رئيسية. ونذكر هذه المحطة أيام توسعة خادم الحرمين الشريفين الملك فهد يرحمه الله، أسست هذه الحقيقة، التكييف، التبريد في التوسعة، التهيئة، الأبواب، شفنا كيف المصاعد، كل هذا من أجل خدمة الحاج، من أجل خدمة المعتمر، من أجل خدمة ضيوف الرحمن، من أجل. لاحظ الصورة حين اللي أمامنا ونشاهدها ولله الحمد في الجمرات، الجمرات اليوم ما عاد فيها أي مشكلة، الآن يرمي الجمرة ثم بعد ذلك يتجه للحرم على قدميه أو عن طريق الباصات المهيئة وما إلى ذلك. أبو فهد يمكن لا يدرك يعني لا يدرك المعاني إلا من يعاني، يمكن يعني ما يدرك هالكلام إلا اللي حج قبل، صحيح. اللي حج قبل وعانى وتعب وراح الجمرات وكانت على وضع مثلاً القديم، أو راح العرف أو مزدلفة أو بات أو راح الحرم. أنا حجيت 1407 على فكرة، 1407 كانت الجمرات ما هي بهالصورة اللي إحنا نشوفها الآن. المستشفيات ومع ذلك كانت تقوم بعملها يعني على أكمل وجه. صحيح. ترى هذا تطوير يا أخوان، ترى حتى لا ترى كل ما يتم هو تطوير. نعم. وتهيئة، وعن طريق دراسات، وعن طريق حتى نصل إلى الكمال. المملكة العربية السعودية تسجل قصة نجاح، هذه قصص النجاح التي سجلتها المملكة العربية السعودية ولله الحمد، أثمرت عن نجاح الحج، أثمرت عن أي حاجة. الآن تسأل بأي قطر من أقطار العالم أول ما يعني تسأل عن الحج إذا أدى مناسك الحج وش يقول؟ يقول الحمد لله أديت الحج بكل يسر وسهولة، رغم الزحام ورغم الحقيقة ضيق المكان، إلا أنه يرجع وهو يحمل ذكريات جميلة ويحمل معلومات ويحمل حقيقة يعني صور عن رجال الأمن الذين شفنا شاهدهم كيف يعني يحتضنون الأطفال ويساعدون كبار السن، تجد من يدفع عربية المعاق، وتجد من يساعد الحقيقة الذي لا يستطيع الوصول مثلا للجمرات وما إلى ذلك. كل هذه الخدمات تؤدى من القلب إلى القلب على فكرة للحجاج. أستاذ نايف، هذا الوطن الكبير له الربح الكبير بدينه بقيادته وبممتلكاته، وهو بلد لا تغيب عنه الشمس، أينما يممت وجهك لهذا العالم تجد السعودية لها بصمتها ورسمتها في الخير والعطاء. رسالة أخيرة تختم بها. أنا بقول دام أنك تكلمت عن المملكة، المملكة العربية السعودية يوجد عندها 1500 مسجد في الأقليات المسلمة، ويوجد عندها 220 مركز إسلامي على مستوى العالم، وهذا فقط في الأقليات المسلمة. الله. لأن العالم يوجد فيه 3,600,000 مسجد على مستوى العالم. الله. تصورها يعني يمكن أكثرها إندونيسيا 800,000 مسجد. حكم المساحة. نعم، والمملكة ما شاء الله تقريبا 100,000 مسجد، ومصر الظاهر 109,000 مسجد وهكذا. لكن هذه المساجد لله الحمد تجد المصحف الشريف اللي هو مصحف الحرمين، مصحف المدينة في كل مكان، في كل مكان تجد الخدمات، تجد كل هذه. على فكرة المملكة العربية السعودية حريصة على العالم الإسلامي لأنها قائدة العالم الإسلامي وقائدة العالم العربي وقبلة المسلمين التي يتجه لها حقيقة المسلمين في جميع أقطار، مليار تقريبا و800 مليون مسلم يوميا يؤدون الصلوات الخمس للكعبة، وهم يلهثون ويدعون الله سبحانه وتعالى أن يديم الله سبحانه وتعالى على هذا البلد الأمن والأمان والاستقرار، لهذه قبلة المسلمين.
المملكة العربية السعودية حقيقة قبلة المسلمين وتقدم كل ما لديها من أجل الإسلام ومن أجل المسلمين وأجل حقيقة تقديم هذه الخدمات. والمسلم اليوم عندما يصل إلى المشاعر ويرى بعينه من رأى ليس كمن سمع، من رأى هذه من رأى هذا التطوير ومن رأى هذه الإنجازات ومن رأى حقيقة هذه الطرق، الأنفاق التي شقت منها جبال مكة ما في أصعب من جبال مكة، ومع ذلك نجد هذه الأنفاق التي تأتي من عدة اتجاهات فقط حتى الحاج لا يتكبد المشقة، سواء كان على الباص أو على قدميه أو ضمن الحملات الرسمية التي يأتون من، فتجد ولله الحمد يأتون إلى الحرم وهو لا زال يعني بطاقته وبجهده، لأن كل شيء تم تطويره. وشفنا الآن يعني قطار المشاعر، وشفنا قطار الحرمين على فكرة الذي الآن قلل المسافة ما بين المدينة ومكة، صحيح. الآن ساعتين ونص وانت في مكة جاي من المدينة أو من المدينة لمكة، وسينقل هذا إن شاء الله هذا القطار قطار الحرمين بإذن الله سينقل مليار خلال 12 سنة، الله سينقل مليار إنسان أو مليار يعني شخص ينتقل ما بين المدينة ومكة أو العكس، مليار تقريبا ب 12 سنة، يعني هذه تقريبا 12 أعتقد 12 مليون سنويا ينقلهم هذا القطار. نعم شكرا جزيلا الأستاذ نايف الحربي الكاتب الصحفي المعروف، شكرا جزيلا، ولغتك الجميلة في لغة الأرقام ناطقة شاهدة جميلة، شكرا جزيلا. شكرا لكم وشكرا للمشاهدين، وإن شاء الله بإذن الله العام القادم نجلس على هالمكان أو في إن شاء الله في مكة بالمشاعر وفي منى بإذن الله، ويعني وأفواج الحجاج نراهم كما نراهم كل عام بإذن الله. الله يسعدك. بما أنك ختمت